السلام عليكم مرحبا بكم في درس تقديم العددين صفر وعشرة الحصة الثالثة أتدرب السؤال الخامس أحيط المجموعات التي تحتوي على عشرة دراهم سأبدأ من اليمين إلى اليسار المجموعة الأولى تحتوي على ثلاث قطع نقدية واحدة من فئة خمس دراهم وقطعتان من فئة درهمان إذا ما هو المجموع؟ جيد المجموع هو تسع دراهم إذا لا أحيط بهذه المجموعة، المجموعة الثانية تحتوي على قطعة واحدة من فئة عشرة دراهم، إذا هل أحيط بهذه المجموعة؟ نعم، أحسنتم، في المجموعة الثالثة نلاحظ أنها تحتوي على خمس قطع نقدية من فئة درهمان، إذا المجموع هو عشرة دراهم، إذا هل أحيط بهذه المجموعة؟ نعم، سأحيط بها أيضا، أحسنتم. المجموعة التالية تحتوي على 3 قطع نقدية من فئة درهمان اذا هل احيط بهذه المجموعة لا احسنتم لا احيط بها لان المجموعة هو ست دراهم فقط جيد في المجموعة الاخيرة نلاحظ انها تحتوي على 9 قطع نقدية من فئة درهم واحد اذا هل احيط بهذه المجموعة جيد لا احيط بها لان المجموعة هو 9 دراهم فقط السؤال السادس: أضع علامة تحت كل مجموعة تحتوي على عشرة أقراص. سأبدأ بالمجموعة التي على اليمين. إذا كم عدد الأقراص هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. جيد، تحتوي على عشر أقراص. إذا أضع علامة في الخانة. المجموعة التي تليها تحتوي على واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة تحتوي فقط على ست اقراص اذا لا اضع علامة في الخانة المجموعة الثالثة تحتوي على واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تحتوي كذلك على عشرة اقراص اذا اضع علامة في الخانة المجموعة الرابعة تحتوي على واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تحتوي على ثمانية اقراص اذا لا أضع علامة في الخانة والمجموعة الاخيرة تحتوي على واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تحتوي على عشرة اقراص اذا اضع علامة في الخانة جيد السؤال السابع اكتب الاعداد من صفر الى عشرة على الشريط العددي في هذا التمرين سأتمم الشريط العددي لأحصل على سلسلة تبدأ بالعدد صفر وتنتهي بالعدد عشرة، جيد السؤال الثامن أكتب الأعداد من عشرة إلى صفر على المستقيم العددي في هذا التمرين سأتمم الأعداد لأحصل على سلسلة متتالية من الأعداد تبدأ بالعدد عشرة وتنتهي بالعدد صفر السؤال التاسع أكمل رسم العناصر لأحصل على العدد عشرة في كل بطاقة إذا سأبدأ بالبطاقة التي على اليمين كم عدد العناصر الموجودة بها؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذا لكي أكمل عشر عناصر تبقى لدي أن أضيف عنصرا واحدا جيد في البطاقة الثانية كم عدد العناصر التي لدي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا لكي أكمل عشر عناصر يجب أن أضيف عنصرين أحسنتم في البطاقة الثالثة عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذا عندي سبع عناصر لكي أكمل عشرة عناصر علي أن أضيف ثلاثة جيد في البطاقة الرابعة عندي عنصران فقط إذا لكي أكمل عشر عناصر علي أن أضيف ثمانية أحسنتم في البطاقة الخامسة عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة عندي خمس عناصر لكي أكمل عشرة عناصر علي أن أضيف خمسة أحسنتم في البطاقة السادسة عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة عندي أربع عناصر ولكي أكمل عشرة علي أن أضيف ستة عناصر أحسنتم وفي البطاقة الأخيرة في هذا التمرين عندي واحد اثنان ثلاثة عندي ثلاث عناصر لكي أكمل عشرة يجب أن أضيف سبعة عناصر أحسنتم السؤال العاشر حسبت هند مجموعة عدد النقط على ظهر كل دعسوقة أكتشف أخطاءها وأصححها إذا سأبدأ بالدعسوقة التي على اليمين حسبت هند تسعة زائد واحد يساوي تسعة هذا صحيح أم خطأ هذا خطأ الحساب الصحيح هو تسعة زائد واحد يساوي عشرة. أمر إلى الدعسوقة الثانية هنا حسبت هندو اثنان زائد ثمانية يساوي عشرة هل هذا صحيح أم خطأ؟ هذا صحيح أحسنتم. في الدعسوقة الثالثة حسبت هندو ثلاثة زائد سبعة يساوي ثمانية صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ. الكتابة الصحيحة هي ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة في الدعسوقة الرابعة حسبت هندو صفر زائد عشرة يساوي عشرة صحيح أم خطأ نعم هذا صحيح وفي الدعسوقة الأخيرة حسبت هندو أربعة زائد ستة يساوي تسعة صحيح أم خطأ هذا خطأ الكتابة الصحيحة هي أربعة زائد ستة يساوي عشرة السؤال الحادي عشر أرسم القطع النقدية التي تنقص كل طفل لشراء لعبته سأبدأ بعائشة عائشة تريد أن تشتري دبدوبا ثمنه عشر دراهم في حين أن لديها ثلاثة قطع نقدية واحدة من فئة خمس دراهم الثانية من فئة درهمان والثالثة من فئة درهم واحد إذا كم يجب أن أضيف لعائشة لكي تستطيع أن تشتري الدبدوب جيد يجب أن أضيف لها قطعة نقدية من فئة درهمان سأمر الآن إلى علي، علي يريد أن يشتري لعبة الطائرة التي تمنها تسع دراهم، في حين أن لديه ثلاث قطع نقدية، اثنان من فئة درهمان، وقطعة نقدية من فئة درهم واحد، إذا يجب أن أضيف له أربعة دراهم لكي يستطيع أن يشتري اللعبة، أحسنتم، إذا سأضيف له قطعتان نقديتان من فئة درهمان، جيد. أمر الآن إلى أحمد، أحمد يريد أن يشتري لعبة السيارة والتي تمنها عشر دراهم، في حين أن لديه قطعتان نقديتان واحدة من فئة خمس دراهم والتانية من فئة درهمان، إذا لكي يشتري السيارة يجب أن أضيف له ثلاثة دراهم، أحسنتم، إذا سأضيف له قطعة نقدية من فئة درهمان وقطعة نقدية من فئة درهم واحد. جيد. اشكركم على حسن المتابعه اتمنى لكم التوفيق والى اللقاء في الدرس المقبل بحول الله